قال ولد كذا والله حسن كله حسين. احنا بدنا نحياه في توقيت معين راح تكون هي تجيبكم هنا إن شاء الله عندنا صار توجه لدعم إخوان اتحاد كرة القدم توجيه من سيد المحافظ بأن نسعين بالفرق الطوعية في محافظة البصرة راح يكون إن شاء الله بحدود 1000 شاب متطوع من بنات ومن ولد. نعم شو دور؟ راح يكون على اللجان التنظيمية مع الشركة المنظمة. شركة عندها مجموعة من المسؤوليات مختلفة تتعلق بكل الأمور اللي التنظيمية بالإضافة إلى الأمور بعض الأمور اللي أيضا راح تكون من مسؤولية الاتحاد الخليجي لكرة القدم. وبالتالي اليوم كنا بدنا نبحث موضوع الجماهير موضوع التيكتينج كثير من الأمور اللي تخص اللي كيفية تسهيل الأمور والإجراءات فيما يخص دخول الجماهير إلى الملعب يكون الجميع جاهز ومستعد لإظهار هذا الحدث بأفضل حلة إن شاء الله. سوف يكلفون بواجبات مهمة إن شاء الله، سيكون لهم العامل الأساس في نجاح وتنظيم البطولة من خلال تواجد نخبة من الشباب المثقفين والواعين وتكليفهم بأمور مهمة منها الوقوف وتنظيم دخول الجمهور في البوابات وكذلك عملية توجيه الجمهور خلال داخل الملعب كذلك أمور الضيافة المهمة.